إدارة ويست هام يونايتد تقرر رسميا شراء عقد سعيد بالرحمة بشكل نهائي. الإعلان عن هذا القرار سيكون قريبا إن شاء الله. أخيرا وبعد تعافيه من الإصابة نهائيا، إسماعيل بن ناصر يعود اليوم للتدريبات الجماعية رفقة ناديه ميلون أسي. لاعبنا الجزائري أوندي ديلور لاعب نادي مونبولي الفرنسي تسلم جائزة أحسن لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الفرنسي ليغ 1.